السلام عليكم يا باشا. سلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حربي؟ عايزني بحاجة؟ عايزك يا باشا بخصوص التريلا. تريلا؟ تريلا ايه؟ التريلا بتاعت رشوان بيه اللي اتسرقت من كام يوم. ايوه. مالها؟ بس انا اعرف مكانها يا باشا واقدر اجيبها لكم. انت اللي سرقتها؟ استغفر الله العظيم يا باشا، استغفر الله العظيم. احنا لا حراميه يعني ولا قاطعين طرق ولا حاجه، لا مؤاخذه، كل ما في الموضوع ان انا مجرد واسطه. انت عارف هي فين؟ بس اعرف اللي يعرف. هات من الاخر يا حربي. عايز كام؟ عيب يا باشا، انت راجل خيرك مغرقنا وعيب، انا ما اقعدش الايد اللي اتمدت لي ابدا. حربي قصر، هات من الاخر. عاوز كام؟ انا شخصيا مش عايز اي حاجه ليا، بس المعلمه انشراح يعني ليها قرشين كده واكلهم عليها رشوان بيه. رشوان بيه؟ طب ما تروح له وتكلمه، انا داخل ايه بالموال ده؟ يا عنتر بيه، يا عنتر بيه، انا عارف ان سعادتك ورشوان بيه شغالين مع بعض وصحاب، وانا يعني اشتغلت مع سعادتك وسعادتك اكرمتني اخر كرم، وما انساش يعني دقه المجدعه اللي عملتها معايا يوم ما استنيت عليا في فلوس الخرده لحد ما صرفها. انما رشوان ده انا ما اعرفوش لا مؤاخذه، واكيد شايط ومولع نار عشان يعني البضاعه اللي اتسرقت منه والتريلا وكده، وانا ما اعرفش لو رحت له هيتصرف معايا ازاي، وانا اصلي ببقى خول ايديا قوي ووحش ساعه الزعل. لكن سعادتك يعني لو اتكلمت معاه واتفهمت معاه ممكن تجيب لنا الفلوس بتاعت المعلمه انشراح، وساعتها العربيه هتكون عندك في التو واللحظه. مش هي كانت جايه على هنا برضو؟ عايز كام؟ 23,000 جنيه ونص. ونص؟ ده مبلغ كبير مش صغير. العربيه باللي فيها يا باشا تساوي اكتر من كده بكتير، بس احنا يعني مش طماعين. هي العربيه فين دلوقتي؟ في الحفظ والصون يا باشا، سعادتك تجيب لنا الفلوس تلاقي العربية عندك في غمضة عين. بس الموضوع دي مش سهل، محتاج شطواك. مفهوم يا باشا، مفهوم طبعا. سعادتك يعني هسيبك كده تشاور رشوان بيه وتتكلموا مع بعض، وهديك تليفون كده على آخر النهار، وربنا يسهل إن شاء الله بإذننا بقى. كان عايز ايه الواد الرزل ده يا باشا؟ مفيد، اتصل بعزام بيه وقول لي جابني بعد ساعة ولا ساعة ونص عنده في الكباريه. عملت ايه؟ كل خير، اتصل بيه على اخر النهار اشوف وصل لايه. روح المعلمة انشراح. اللي عايزاني فين؟ مش هي اللي عايزاك، الصحفية اللي اسمها أماني جت سألت عليك أنا ما لقيتكش، قالت تخش تستناك عند المعلمة جوه. وده عايز إيه ده رخصة؟ أنا عارف لك يا أخويا، ما تروح تشوف. القضية بإذن الله. قول له على الله. وقبضية فين دلوقتي؟ يلا غرف الستين ده يا إلهي، ربنا ما يرجعه. هو ايه اللي بينه وبين حربي بالظبط؟ لا دي حكايه قديمه، بسببها حربي دخل السجن. شوفي قعد قد ايه. السلام عليكم. كنت فين؟ كنت بقضي مصلحه كده معلمه. وخلصت؟ هتخلص على خير باذن الله. زين قال لي انك سالت عني، كنت عايزاني في حاجه. خير؟ عايز اتكلم معاك شويه. تتكلمي معايا في ايه؟ لا مؤاخذه يعني هسالك على كام حاجه كده، اخلص مع المعلمه وافضلك. طيب انا هستنى على القهوه لغايه لما تخلصي. باذن معلمه. هو الجدع ده ماله؟ على طول مكشر كده؟ لا ما يغركيش تكشيرته ومنظره. حربي ده طيب وجدع وظهره سند، راجل زي البرلنت. ولا كيمو، فنجان قهوه يعدل الدماغ. كنت عايزه منك ايه؟ عايزه اتدردش. نعم يا اخويا. والله يا سيدي ده اللي قلته، عايزه اتدردش. الله. بقول لك يا حربي، سيبك بقى من الكلام العكس ده وخلينا في المفيد. انت تعرف بيت دنيا مش كده؟ انت عايز علوان دنيا في ايه؟ يعني يا اخي اصلها ده جت امبارح ولا النهارده. الواجب برضو ان احنا نسال عليها. تسال عليها ولا على اللي معاها يا حنين؟ يا عم حربي انت تفضل ماسكها لي على الواحده ولا ايه؟ خلاص يا عم زين اديك العنوان. القهوه المية مية اللي بتعدل الدماغ. ايه الحلاوه دي؟ يا ارض احرسي ما عليك. قول يا ده كيمو، لم نفسك. نلم. خلصتي مع المعلمه؟ اديت لك. طب اتفضلي اقعدي.
لا هنا مش هينفع. ايه رايك لو رحنا مكان في وسط البلد؟ حلو حلو قوي الحجر ده. وماله وماله يا استاذه؟ معاك عربيه؟ لا مش مشكله، احنا معانا عربيه بس يعني محدقه كده بس تقدر الغرض. يلا يا زين اوصلك معايا. لا يا عم خلينا انا هنا، خليكم انتوا على راحتكم. يا عم احنا رايحين وسط البلد وانت مشوارك هناك، وبعدين الانسه اماني مش غريبه يعني، ولا انت عندك اعتراض يا استاذه؟ انا لا خالص. طيب يلا بينا. وانت تعرف حربي دي؟ جه مره الكباريه كان بيسال على دنيا. ايوه بيقول انه قريبها كان توسطنا عليه في شغلانه بده. بس ده واد رزل بيعمل مشاكل ودمه تقيل كده. ده واد مصحصح ملحلح، عارف ملحلح، هو اللي هيقدر يوصلنا اللي احنا عايزينه. انت متاكد من الجدع ده؟ هيكدب عليها ليه؟ ما يمكن تكون نصبايا وبيلعب عليك لعبه وهياخد الفلوس ويكت. كت؟ طب عارف حكايه التريلا دي منين؟ ما حدش يعرفها غير احنا الثلاثه ورجال ابنه. طيب ما نجيبه نقرره ونعرف اخره ايه؟ احنا مش عايزين شوشره. انت عارف الباشا الكبير ما بيحبش يوجع الراس. طب تفتكر الواد ده عارف اللي جوه العربيه؟ لا. واخد العربيه دي رهن يعني لحد ما رشوان يرجع الفلوس للوليه دي، ما طلبش حاجه زياده يعني. كده لازم تتاكد من الجدع ده قبل ما تاخد معاه اي خطوه. انا هسال عليه دنيا. بالمره بقى يا ريت وانت بتسالها تعزيها. عزيها في مين؟ ابوها. يا راجل يلا كلنا هنموت. على رايك. المهم انت اتصلت برشوان وبلغته بحكايه حرب دي؟ لا مش هتصل بيه، ده راجل متهور ممكن يخربط لنا الدنيا. كده ولا كده هنقابله بالليل في العوامه، ابقى اقول له. الله، انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا وانت نكلم رشوان يكتب شيك بفلوس الوليه دي، حرب يجيب العربيه ياخد الشيك، وبكده الحكايه تنتهي. وايه؟ على يدنا احنا التنين. وقتها الباشا يعرف مين فينا اللي بيخاف على مصالحه وبيخاف عليه، ومين فينا اللي ماشي الكعبل ورجليه تخبط في بعضيها، وهيودينا في 60 داهية وفي دقيقة واحدة. هو ده البيت، الدور الثاني شقل في الوش. بقول لك ايه، استنى لي فوق لغاية اما ارجع، انا نصاية ولا ساعة بالكتير واكون عندك. زين؟ ازيك يا دعاء؟ ازيك يا زين؟ في ايه؟ حصل حاجة في حتة تانية ولا ايه؟ لا مفيش حاجة حصلت. أصل أنا لقيتكم يعني بقالكم يومين ما جيتوش الحتة من ساعة عم رزق الله يرحمه يعني، قلت أجي أطمن بس يعني. تمام طيب اتفضل يا زين، واقف ليه؟ اتفضل. دي اتفضل. أمال هي دنيا فين؟ دنيا مريحة جوه شوية، تحب أصحها لك؟ لا خليها هي على راحتها، خليها على راحتها هي. طب ادخل اقعد، ادخل. ماشي. وأنت ازيك كده؟ وازاي الحتة؟ ازاي أبويا وازاي مرات أبويا؟ أبوكي الحمد لله بخير. بس طبعًا يعني موضوع عم رزق ده أثر فيه شوية. ومرات ابوكي برضه عايشه يعني، عماله تناكف فيه شويه وناكف فيها شويه. اما بقى موضوع اهل الحته ده فنحمد ربنا، من ساعه ابضايا ما غار من الحته وهي زي الفل، مفيش خناقه ومفيش قلق. الحمد لله انه غار في داهيه. ياه يقطعني. ايه؟ نسيت اسالك تشرب ايه يا زين؟ لا ملوش لزوم، مش عايز اشرب حاجه. لا ازاي يا زين؟ ده انت اول مره تجي لنا هنا ولازم نضيفك. ده انت اللي عايز كمان نغديك هنغديك. قولي تشرب ايه؟ قهوة ولا شاي من بتاع الواد كيمو؟ خلاص يبقى شاي، بس مش من بتاع كيمو، من غير سكر يعني، كفاية ان انت اللي هتعمليه. أنا يا زين، عن اذنك.
اي خدمه تانيه؟ شكرا، الف شكر. نبدا؟ اه اتفضلي يا استاذه. يلا بينا. قولي بقى ايه حكايتك مع الجدع اللي اسمه ابو ضاري؟ حكايتي ايه؟ صوتي كده كويس يا استاذه ولا اقرب شويه كمان؟ تمام يا حبيبي، خليك على راحتك. ماشي. الحكايه اللي بسببها دخلت السجن. مين قال لك الكلام ده؟ المعلمه انشراح. قالت لي ان هو اللي كان السبب في دخولك السجن. هو ايه اللي حصل بينكم؟ ابدا يا استاذه. دي حكايه خايبه. عورته في وشه بقرن غزال ايام زمان. وبسببه دخلت السجن. ومن يوميها بقى هو مستأصل. وايه كان السبب؟ واحده ست؟ ايوه. حلوه؟ قوي. ويا ترى بقى بنت عم رزق الله يرحمه؟ ولا بنت عم نوفل؟ ايه ده يا استاذه، انت عارفه الحته كلها ولا ايه؟ شغلتي يا حد. ها مين هي؟ دنيا ولا دعاء؟ لا دي ولا دي. واحدة أحلى منهم بكتير. كنت بتحبها؟ جدا. مين هي؟ أم الله يرحمها. أنا أسفة. لا أسفة على إيه يعني يا أستاذة؟ ده شغلك يعني زي ما بتقول. هو إيه اللي حصل بالظبط يا حربي؟ أنا أبويا مات وأنا عندي 6 سنين. أم الله يرحمها هي اللي ربتني وعلمتني. كانت بتشتغل بقى خضار في الحتة عشان نقدر نعيش يعني وكده. وفي يوم من الأيام قبضايا رمى بلا عليها. دمي فار. ما قدرتش أشوف أمي وهي بتتبهدل قدامي. أمي ماتت وأنا في السجن. الله يرحمه. البقاء لله. البقاء لله. كان نفسي اشوفها قوي. طيب يا استاذه، في حاجه تانية يعني عايزه تعرفيها؟ ازاي بقى اتعرفت على بركه وزين؟ انا وبركه وزين كنا مع بعض في المدرسه. الواد بركه ما قدرش يكمل بعد الابتدائيه، كده من قصرها زين بقى قاعد يعافر شويه كده لغايه ما خلص الاعداديه. بعد كده اشتغلوا الاثنين مع بعض في لم الخرده. كانوا يسرحوا يلم الخرده ويبيعوها للمعلمه انشراح. وانا يعني كنت بساعدها. والدراسه سبتها؟ لا يا استاذه، انا خلصت الثانويه العامه ودخلت كليه الحقوق كمان. كليه الحقوق؟ اه كليه الحقوق. كنت ماشي فيها كويس جدا وعالي العالي. كان نفسي اطلع محامي كبير ولا قاضي. بس في سنة تالتة بقى حصل اللي حصل. طبعا يعني ما قدرتش اشكمل. انت حكايتك غريبة قوي يا حربي. ولا غريبة ولا حاجة يا استاذة. لو دورت كويس في البلد هتلاقي حكايات كتيرة قوي زي حكايتي كده. عارفة يا استاذة، كان في لعبة زمان بنلعبها كده اسمها كيكة على العالي، معرفش يعني حضرتك تسمع عنها ولا لا. كنا نجري ورا بعض واللي يلاقي حته عاليه كده لا مؤاخذه يقوم ايه؟ ينط فوقيها. ساعتها ما حدش يقدر يقرب له او يمسه باي حاجه. وانا بقى طول عمري بدور على العالي ده اللي اوصل له ومحدش يقدر يقرب لي او يمسني. بس دي لعبه يا حرب، والدنيا بتاعتنا ما فيهاش مكان للعب. طب يا استاذه اتاخرت بقى معلش يعني على الواد زين. فلو هوصل حضرتك في اي مطرح كده في طريقي يعني. لسه في كلام بينا. ماشي يا استاذه، يعني ان شاء الله نبقى نكمله بعدين يعني. ماشي.